السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ هانيين؟ اموركم مزيان صحاباتي واخواتاتي؟ ومرحبا من الجديد ديالي، وكنقول لكم مرحبا والف الف مرحبا. بغيت نشارك معكم مشاهدينا الكرام تنقيه ديال القنيه. كما كتشاهدوا عندي ثلاثه قنيات، هذه راه غسلتها، هذه راه دايره بحال هكايا، نخليها للتحمر بغيت نعمرها. غادي نشارك معكم التعمر ديالها مشاهدينا، وهذه راه بغيت هادو غادي نقرضهم ونغسلهم حداكم مشاهدينا، وها نتوما معايا ما تمشيو فين، غادي نغسلوهم ونضفو ونحيدو هادو على الجنب. انا اللي سلختهم سلختهم انا وولدي، يا راجلي ذبحهم ومشى عندو الخدمة. ولا بغيتو نشارك معكم السلخ ديالهم مشاهدينا، نشاركو معكم. مازال فيها الكبده ديالها، حنا خويتهم انا اللي خويتهم من هنا، كان راجلي بحال قطعها لي من هنا، وقلت لي راه بغيت نعمرها، وهذه قطعها لي من هنا، وهذه حتى هي قطعها لي من هنا. هذه بغيت نوريكم فاش كنقطعها من هنا، كتكون ساهله في التخياط والتعمر. كنعمرو كاع سميتو، غادي نغسلها مشاهدينا، غادي نغسلها بالملح معكم. هنايا اللي بغى يعمرها كنشدو كنديرو لها بحال هكا، غادي نوريكم لي داك الهادي تنخشي هكايا هكا كيما كتشاهدوا، كيكون مازال مسخه من الداخل هكا. كتجبدوا هاد المسرب اللي هنا بهاد الطريقه هادي، كتجبدوها بحال هكا. شوفوا قداش باش نقولوا شويه لا كبير، ها هذا كيكون عامر بالوسخ كيما كتشاهدوا. ها هو دابا المسرة ديالها خاوة، غتنقيوها من هنا، خاصها ضروري تنظف. هاكا درت ليها، كيبقى خاوة. هنا فاش نحلها ما غاديش تلقاو فيها كاع، حنايا هنا تشوفوا شحال من وحده كتبغي تعمرها، كتخليها من تما هذاك المسرب اللي كيكون هنا في الداخل. شوفوا كي كتبان نقيه، شتو كتكون من هنا خاويه. غنوريكم عاوتاني الطريقه باش كنخويها عاوتاني من هنا. هذه راه مازال كيما درت الاخرى، غادي نديرها مع هذه، كنشد من القلب ديالها هكا، ونجبد ريتها والكبده ديالها وكلشي. كنقلبو قوت القتيه، ها هو اللي كيكون هنايا تحيد صافي. كنشدو الملح مشاهدينا بحال هكا، هادي غادي نحلها مشاهدينا. هي كنوريكم الطريقه ديال داك الهادي، ولدي مبرزتني سمحوا لي.
كتشوفوا مشاهدينا الكرام، هذه قلت الراجل قطع عليها من هنا حيت بغيت نعمرها، قطعتها من هنا هي هذه. فاش نعمرها غادي نخيطها من هنايا كما قلت لكم، نقيتها مزيان من حنا خويتها ومن الداخل خويتها كما كتشاهدوا، ودرت ليها الملحه والحمر وعلقتها. دابا غادي نعلقها تنشف باش نديرها في الكونجيلاتور او في الثلاجه حتى نبغي ان شاء الله فاش نبغي نعمرها. غادي نشاركها معكم مشاهدينا. هادو غادي نغسلهم مزيان، غادي دابا نغسلهم مزيان، ربوني عندي شويه بيت في الكوزينه ونشارك معكم التقطع ديالها مشاهدينا. غادي نشلهم ونعاود نشلهم. الغسيل شاركت معكم مشاهدينا المده ديالهم، دابا غير نغسلهم مزيان. خليتهم ترقدوا في الملح والحمر، انا نقول لكم مشاهدينا هذه المراره ديالهم نحيدها. حاولوا كنحيدها باليدين، بحال هكايا. هادي كنجيولها من هاد الراس هذا هكا كتبقى صايبة. هادي راه فتحيت عليها، غادي نشدو حد الماء ونعاود نوصلهم. صافي مشاهدينا الكرام، غادي نخليهم يتسقطروا شويه باش نجي هادو غادي نقطعهم، وهذيك الاخرى كما قلت لكم راه بغيت نعمرها، هادو غادي نقطعهم مشاهدينا ونديرهم في الكونجيلاتور ثم معايا ما تمشيو فين. كما كتشوفوا مشاهدينا الكرام، من بعد ما غسلتهم وخليتهم يتسقطروا مزيان خصها ضروري نشفوا هما ناشفين. هذه كما قلت لكم غسلتها من هنا، هذه غادي نحمرها ان شاء الله او نفورها
للمكتب، وهذا كما قلت لكم غادي نحلو، غادي نقسمهم مشاهدينا الكرام بهذه الطريقة هذه. بسم الله. كما كتشاهدوا نقيا، نجيب القراده الصمامة نحطهم هنا على الجن، نجينا في الوسط ندزناها تنقطعها باش تلقيها في الطفوار، غندير لها مشاهدينا الكرام حتى نقراها وانتم معايا. من بعد مشاهدينا الكرام ما قطعتهم بحال هكا، غادي نديرهم هكا حيت بغيت الفخذ والكتف بحال هكا، قطعتهم من النص بحال هكا. صافي مشاهدينا الكرام، وغادي نديرهم في المجمد بحال هكا. هادو هادي خلاص راه كما قلت لكم صافي، خليها غادي نديرها حتى هي في المجمد نهار نبغيها ان شاء الله باذن الله. كما قلت لكم اخوتها من هنايا نهار نبغيها ان شاء الله غادي نعمرها ونشاركها معكم. انا مشاهدينا الكرام مازال فينا نخليهم هادو، خصها ضروري ضروري تنشف القنيه، خصها ضروري تنشف. هادشي اللي قلت لكم مشاهدينا الكرام، وهذا ما كان، كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم، والى عجبكم مشاهدينا الكرام ما تبخلوش علينا بلايك فضلا وليس امرا، وبارطاجي مع الاهل والاصدقاء. مشاهدينا كندبز معها حتى ضربت يديا هنا معليش، صافي هكا. وبسلام عليكم وتهلاو ليا في رؤوسكم. من هاد المنبر كنقول لكم اليوم الله يدخل عليكم رمضان بالصحة والهنا وطولة العمر يا ربي، ورفع علينا هاد الوباء يا ربي. وهذا ما كان مشاهدينا الكرام، وبسلام عليكم وتهلاو ليا في رؤوسكم.